السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد لا فيديو جديد، غادي نشارك معكم واحد الجولة في مدينة وجدة. فاللي اول مرة تجي لوجدة او يجي لوجدة غادي نوريكم بزاف ديال الاماكن وشنو يخصكم تاكلوا في مدينة وجدة، يعني المأكولات اللي معروفة في مدينة وجدة وضروري خاصكم تذوقوا منها. اول حاجة دابا الوقيتة ديال الليمون التشين، يعني كاين ندوزو ناخدو واحد الكويس عند هاد البنيته هادي، طبيعي 100% وندخلو باش نشوفو بلايص وحدين اخرين. مهم غادي نحاول باش نبارطاجي معكم الاكلات اللي معروفين في مدينة وجدة، وضروري اللي اول مرة يجي لوجدة ضروري ما خصو يمشي ياكل البودان. هانتوما كما كتشوفو البودان راه معروف في مدينة وجدة، كتلقاوه حدا القزارة لداخل، هو هذا هانتوما كما كتشوفوا كيكون داخل عامر بالروز، وهذا وكتاخد شحال ما بغيت، يعني كيدير لك خبزه نص ابتداء 3 دراهم 5 دراهم، يعني شحال ما بغيت نتايا، ويقدر يعطيك حتى في التبصيل الا ما بغيتش تاكل في الخبز. بحال دابا هذه هنايا كاينه 5 دراهم وكيعطيك الخبز. وكاين عاوتاني هذا الطيحان هنايا، هانتوما غادي تشوفوا هنايا الطيحان غادي نوريه لكم. هانتوما كما كتشوفوا كيكون حداه كلشي وعاد كيطيبوا. هذاك اللي مقطع هكا طريفات هو الطيحان، ها هو كيقادو دابا تما باش كيدير له هذاك الروا ديالو، هذاك يعني فاش كيطيب كيجي بنين وزوين. يعني اول مره يجي لوجدة ضروري ما خصو يذوق هذا البودان، هذا بحال هذيك نص خبزه هذيك 3 دراهم فقط، والخبزه ب5 دراهم. دابا عندنا هنايا الكعك، كما كتشوفوا الكعك الوجدي عاوتاني كوجدة معروفة بالكعك، كيبيعوا بالكيلو بشحال ما بغيت، كاين الشباكيه كاين هذا، ولكن الكعك هو اللي كيكون ديال مدينة وجدة. ما نساوش الكارنتي التح، حنا كنقولوا له الكارنتي التح في وجدة. هنايا كارن ضروري تاكلوه في لازاري، كيكون تما يعني المركز الكبير عاد، وكيتلقاوه في المدينه فين ما مشيتو تلقاو كران، وباريده كران تاخذو ابتداء من درهم 2 دراهم 5 دراهم شحال ما بغيت، يعطيك سوا في الباريزيان في الخبز او في التبصيل فاش ما بغيت. ما كانش اللي ما كياكلش كران في مدينه وجده، وضروري فين ما مشيت اي مدينه اي بلاصه تقول مدينه وجده كيقول لك معروفه بكران وباريده. وتاكل يعني بشحال ما كان عندك تقدر تاكل، يعني درهم 2 دراهم شحال ما بغيت وكتشبع مزيان. من بعد كران كيجي الحسن، وبا الحسن اللي عنده كل شيء كيطيب في الفران، اي حاجة بغيتوها كيطيبها في الفران، معروف مدينة وجدة وعندو الماكلة يا سلام، البنة يا سلام، كل شيء يا سلام، الحاجة اللي بغيتوها. هانتوما كما كتشوفوا هنايا عندنا الهرقمة مع الحمص، كيديروا الدجاج محمر حتى هو كيطيب في الفران، كيديروا هنايا داكشي ديال يعني التقليه ديالها والزيتون، وهذا كيجي مدغمر دغميره كتجي واعره فنه. هانتوما غير شوفوا تجيوها تعطيكم الخبار. هنا كاين اللحم مشوي، بليتو هذا ماشي اللحم مشوي، هذا الريسان حتى هما طايبين في الفران. هنا كيديروا داك الروا ديالو حتى هكا باش يجي بنين. كيديروا الشوا، يعني الشوا في الفران حتى هو، الكوكلي هنايا هانتوما كما كتشوفوا الكوكلي صغيور دايا كيدير عليه الزيتون، وهذا هنايا اللحم، اللحم كما كتشوفوا حتى هو كيشويوه هكا في الفران كيجي واعر فن. نتوما غير نتوما غير الشوفه ديالو كتبان لكم البنه ديال هذا الشيء، هذا يا سلام، واللي كتشها تسمح لنا بزاف. انا كنحاول باش نبارطاجي معكم هنايا فين تمشيو تاكلوا، مهم عندهم داكشي رائع وفن بنين بزاف. هنايا كاين الدجاج، الدجاج هنايا بالزيتون هما كما كتشوفوا. مهم غادي نخليكم مع لا فيديو باش ما نزيدش نقطع لكم بزاف ديال الهضره. المهم هادو هما الحوايج اللي خاصكم من تجيو لوجدة تقلبوا عليهم وتاكلوهم، لان هادو هما يعني الاكل المعروفين هنايا في مدينه وجدة. مرحبا بكم والف مرحبا. وبالنسبه للناس نتاع لوجدة اللي ساكنين في وجدة او اللي سبق لهم كلاو هاد الاكل هادو اللي بارطاجيتهم معكم اليوم، خليو لنا لتحت التعاليق وقولوا لنا شنو احسن اكله عجبتكم، واش البودان واش كران،
وما تنساوش مهم غادي نخليكم تكملوا لا فيديو هكا مع لا فيديو التصاور، وما تنساوش تدعمونا، تخليونا تعليقات زوينين، دعاوي زوينين. اللي اول مره تفرج في القناه نتاعنا تخلي لنا دير تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد نتاعنا، ودعمونا، حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تدعمونا وتطلعونا، باش نبقاو نشاركوا معكم ديما بحال هاد لا فيديو هذا. ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامة. رجلي ويدي يا جهودي كتبوا فيك بني جريد.